المغرب يتجه لاعتماد جواز التلقيح لدخول المقاهي والمطاعم. أثرت دورية سابقة لوزير الصحة خالد آيت طالب الجدل بسبب حديثها عن اقتراح إجبارية التلقيح ضد كوفيد 19. دورية الوزير التي تحمل تاريخ 26 يوليوز والموجهة للمدراء الجهويين للصحة ومدراء المستشفيات الجامعية، اعتبرت أن الوضعية الوبائية في البلاد والمتأثرة بالاحتفالات الدينية عيد الأضحى وانتشار المتحورات إضافة لصعوبة إعادة فرض الحجر الصحي الشامل تتطلب وسائل جديدة وطرق جديدة للتعامل مع الجائحة وتلقيح الفئات المستهدفة. الوزير وبناء على توصية اللجنة العلمية كشف عن 4 نقاط من أجل تسريع عملية التلقيح تهم تلقيح الأشخاص الذين يعانون من الحساسية والأمراض المعدية. إحدى نقاط الدورية المثير للجدل تتخذ عن إجبارية التلقيح، حيث أورد الوزير أن ذلك يأتي بموجب أحكام حالة الطوارئ وفق الشروط المنظمة والفئات المستهدفة.